الصين يشددون على هذا الأخير لما له من فوائد اقتصادية جمع. أحمد رشدي والتفاصيل. لما تستثمر في السودان لازم الإمكانيات نتاعك في البداية، يعني ما يقدرش هو يعني يمونك يعني في الأول مرة، هذا عكس ما الشيء اللي عندنا في الجزائر مشكل التمويل. هو مثال عن خلفية عزوف المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين عن الاستثمار بالخارج رغم المغريات، فتوفر الإمكانيات ووجود التسهيلات يقابله نقص التمويل نتيجة غياب البنوك الجزائرية عن الدول الأخرى. الجزائر يعني لابد تغيير نظرات استراتيجية المنظمة المصرفية باش يعني نشجعوا الصادرات خارج المحروقات، وباش كذلك نشجعوا يعني استثمار الجزائر في الخارج في هذه المرحلة الصعبة. المختصون في المجال يشددون على ضرورة إنشاء فروع للبنوك الجزائرية بالخارج، خصوصا بالدول الإفريقية التي تمتلك مقومات استثمارية جد مهمة. هو من المفروض أن على الأقل بنوك جزائرية تكون متواجدة، والتواجد نتاعها على الأقل يعطي ضمان فيما يخص التعاملات التجارية، وأيضا يعني استعمال المؤسسات المالية الجهوية لفتح قروض التصدير والاستيراد عبر البنك الإفريقي مثلا أو البنك التنمية الإسلامية. الاستثمار البنكي في الخارج إذن هو الحلقة المفقودة التي يبحث عنها رجال المال والأعمال الجزائريين، فالمغريات الاستثمارية ليست بشيء أمام غياب المال، فمتى تتفطن السلطات الجزائرية لهذه الجزئية المهمة؟ صرح نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات إبراهيم بن عبد